خير شوية. متحيرش روحك، قلتلك تعب وبر. وشلون اللي متعبك؟ رحمة؟ شو مجبتك فيها الطفلة؟ قلتلك تعب سبحان الله هكيك من غير سبب. كان استنى فيك فوق السطح، بعثت خوها ادم باش يعديها علي. فيش تحكي؟ حسيلو حكيت انا وياها، قالت لي اللي انت مرجها وتغير عليها. ما هو صحيح. ما قلتلكش صحيح ولا غلط، نحكي لك برا. وانا متاكده اللي انت ماكش ساقط الدرجه هذه. يعينك. يعيشك يعقوب. سامحني، نعرف اللي انا حكيت معاك بفاسون مش باهية، وانت جاي باش تتمر عليا. لا نورمال، عندك الحق، حتى انا كيما يقولوا تجاوزت حدودي. يعقوب امان، ماني قلت لك سامحني. كنتش قد بعضي، شوية ستريس، شعر بركرة دبرمت. أما توا رجع لي شاهد العقل. اسمع من قلبك. قلت لك اسمع. أنت بدات ما نحبكش تتغش علي، ما نحبش نخسرك. عليها انا بالزيت خاطر انت قلبك بي وانا نرتاح لك. ما انت مخويك. علاش كلمتي رديت؟ بس انا كنت ناوي جمعتين ولا ثلاثه، مانيش باش نحكي معك. جمعتين جمله واحده. فضلك. اسمعي، انا قلقه شويه، ما عينيش باش نروح. بس ايش نقعد بحدك شويه؟ ما عطلكش؟ بالعكس، هذا بيا ديما قلقه وتجي. اسمع، في بالك اللي انا كي كنت صغيره كنت نخدم في المرمى؟ تحكي بجدك ولا تفضلك؟ والله كيما نحكي معاك، كان عنا مرمى في الدار، كان كل ما البني يمشي يفطر نشد البالة ونقعد نعبي في السيمين في السطل. ثبتة بالة مش مغرفة؟ شو تقصد أنت؟ معناتها الخدمة هذه للرجال برك. يظهر لي هيك. تفرج ملا. هاي ثقيلة هيبي. مش هكيك، استنى. جمال. كيفاش؟ حطي يدك هنا. يدك هنا، يدك هذي هنا، يدك و عندك. قوليش الحاجة الباردة على وجهي هذا يا سيمان. استنى نحيك. هي الخدمة هذيا ظاهرة ما تورينيش. Thank you.
يا احليها البلاصه وين فلان جبني نخدم فيه؟ شكون هذا يا وحيده؟ احلي عارفي كاتب لك بيوتيفول سول وقلب ابيض. شنو هي هيدي؟ عادي. ليه مش عادي؟ علاش حتى كان انت فماش خدام اخرين معاك؟ اسحب شويه انا وياه ديما يقف معايا. اخر مره في العركه نتاع هيدي هو اللي دخل بوش بعضه وغير عليك زادة. انا غيره يا بنتي شبيك؟ انا نقول مضروب فيك. مش يضرب في انا نخدم فام دو ميناج يا عاد شبي كيما سندريان يجيك للتواليت ويهبط على ركبه ونص ويقول لك تيسير نحبك تقبل بيا وشنو يجي تطل مسحان في بلاصه صباطي. سندريان كيف الكتب زيد ارتاح الراجل عنده خطيبته. نو واي يا ما بيزار شويه تلاقيني في تصويره زعما زعما شوفوني هاني كول مع الخدامه. ذبيه كان كنت حاول تنسى اللي صار الكل وتنحي من مخك. تحب ضميرك يرتاح؟ لا نحب نتعاون وانا وياك باش نلقاو ثنيتنا. نعرف لي أنا غلطت في حاجات تصرفت بحسنية والشي هذا ينجم يجيب لي برشا مشاكل. أما نحب نبدا من جديد. تنجم تحسب راك من اليوم عرست بيا. صباح الخير. صباح
صباح الخير. حضرت فطور صباح. عيش. هاي برغسل وجهك وجه نفطر. حاضر. قبل ما نبداو انا بلغت شويه المره اللي فاتت، ما كانش بعثتك انت وصديقتك اللي دارها، حبيت نعتذر منك. وانا زاد سامحني مسيو. مالك ليش نبكي عندك بطي مشوار؟ مبروك لي عجبتني فازت. ارجو للشابيتر اللي كنا فيه. قضية عدد 5620 حكمت المحكمة ابتدائياً حضورياً سجن المتهمة دليلة تركي مدة 2 عامين، واعتباراً الإسقاط الصادر عن المتضرر إسعافها بتأجيل التنفيذ وتحذيرها من مغبة العود. رفعت الجلسة. على بنتي. توتي بارفي، عملنا فيكونداسيون توا نستناو. طب باش نعطيك دي فيتامين تواظب عليهم وتريتمون هرمونال وترجع لي بعد 3 جمعات. ان شاء الله ربي يفرحكم وفريمون يعطيك الصحة مادام على الديسيزيون اللي خديتها. وحشتك ما حتى انا عزيز. اخي هو كيفاش الحبس يضربوكم غادي؟ ليه يا ولدي ليه؟ شبيه با هاك روحت سي باش يقعد مغش علينا ما يحكيش معانا ويخرج ويخلينا. ادم اسمعني ما جعانة خليني مش نجيب تجارتي ديما دجاج وعظم فديت ما تجيش. بسم الله على ولدي.
هني روحت وتنطيب لك الحاجات اللي تحب عليهم الكل. الله لا يبعدني عليكم مرة أخرى. رحمة، السلام عليكم. سلام. حبيت نقول لك مبروك. الحمد لله على سلامتك. يعيشك. شنو حوالها؟ لاباس الحمد لله. فرحت لكم من قلبي وان شاء الله يكون هذا خير لحسابي. ميرسي. رحمة استنى تو ما عادش تخلي شيء ما يمشى. تلي في قراتك وانت تلي في روحك وفي مرتك. احكيلي شنو صار بالضبط وقت اللي انا كنت مش هون. سافا ما صار شيء. ما تخبي علي حاجه. خوك احكي لي اللي بوك طردك. طردني جمله؟ تعتيخو على كلام ادم ما. رحمه راني امك. يزي من الكذب واحكي لي. أنا والله نعرف اللي هو ما يكرهنيش. أما تغش علي وأنا يما والله ما كذبت وعمري ما حبيت تعمل حاجة خايبة تحشمكم. نعرف. أحكي لي كيفاش طردك وين مشيت. نحب نسمع منك. بعد ما جينا من المركز قليل مدى بشكو أخرج قاعد يعارك فيا خاطر انا سبب في هذا الكل. ما عرفت شنو نعمل يا اخي. مشيت لي مشيت لابراهيم يا اخي. لقيت معه مرته ابراهيم عرس يما. ربي هنيه. وبعد شو عملت؟ بعد رجعت قعدت في الدروج حتى لين هزني النوم. أما سافا من غدوة حل الباب وخليني ندخل الدار. اسمعني عايش بنتي. نحبكش تلوم روحك. ماكش انتي السبب. سمعتني؟
مبروك. اي مبروك مبروك. عايزك. الحمد لله. شنو حوالي؟ سافا لاباس. قدك هدرك كبر في عيني، خذي بخاطري وسلم في حقه. انت لازم تحكي مع امك اللي عملته غلط برشا راهو. طول شعرها لما تجي جبت حاجة ما عملهاش. انت جيسبير آخر مرة تكذب وتبلع على العباد. انت جيسبير يجي نهار وتولي ما عادش بهلول. نوح. أمال عندها الحق. أنا غلط. تعوش قولكم كان نبدأ صفحة جديدة ونسالي صار الكل. ديل؟ ديل. ديل. أسمان. ما عادش نجم نرجع في كل يوم هكا ولا؟ لا لا سي. أسمعني أنا راني ماشي. هاني مشي. فيها لباس البولي ما وقفش مع بنته وهي مظلومة. يطردها ويرضى لها تخرج للشارع وتبيت في الدروج. ماهوش بو. ما حاجتيش بيه باش يكون بو صغاري. والراجل اللي ما وقفش مع مرته وقت الشدة. ما حاجتيش بيه باش يكون راجلي. Thank you.
سبع القراية؟ سبع هاك شيخ انت اليوم؟ بالطبيعة شيخ انت كنت قد كلمتك ومرح ما خرجت وانا توماك معناتها انت كنت شاكل لي انا ما عنديش كلمة ليه ما نقصدش اما كمان ارتحت هاي بي وتوا سكر علينا الشابتر الخايب خلينا نسوي اللي صار الكل كلامك صحيح انا بدي نحس في روحي تولد من جديد غمض نحات ان شاء الله يبعدوني على توا ويخلوني نعيش من تاني انا ومولتي حبك برش يوني المطالب اهلا بلال سالو قلقت قلت نكلمك شو عامله شيء هاني قاعده في بيتي خدمت اكزرسيس تاع المات نتاع غدوه مزلت عاش نجم نخدمو توا وانت هاي سي بون كملت رحمه وي ما جيت عشا باهي تاش نحولها مع شكون في التليفون بليل يقرا معايا هيت هيت عجيل هاو يحب يسلم عليك خلنا نلبس خماري لحظة هاي جاي عسلامة أهلا تاسبا الحمد لله لبس أنا بليل تقرا مع رحمة هاي أنا جديد سنة في الليسي هاي بي إن شاء الله ربي ينجحكم يا تاب ربي كثرنا منهم دعوات بي رد بالك على رحم فأنا عليها في عيني يزيتي من البلاي داتاو هيا باقي محليه الطفل وما خاف روحه أي والله محليه ومتربي على الأخر يخي بام زل مرة وحش مريتو الجملة اليوم مش مروح قال بيت بحضة صاحبه من وقتاش عنده صحابه يبيت بحذاهم وزيد انت مزلت كيرا واحد في عود ما يقعد معاك هاي اجت عشا شكشكت بلي نجمت في الجدين القاها تقربع برعاية الخوك فيسا ايدا هلا بالكاميرات شنو الجو؟ شنو؟ ما عادش باين كيفيه؟ المفاهمة اللي بينات مفاهمة اي جستمو مفاهمة وفات احنا خدمنا معاك على خاطر المرا في الحبس ما توايا في دارها ما عادش فاهم علاش باين في بالكم على كيفكم؟ اي برا هذي ماكش شد علينا شيء وانا ما عندك باش بشتهد عقبتها علي مانا اي نجم تقول حتى راه ماش عندك ما تعملي لها المحكمة حكمت وصايي ماش نجم ترجع في كلامك هاكم طلعتوا قارين حساب كل شيء برافو طلعتوا مهفات عشك تربيت يديك عاد باهي اش قولكم ننسى كل شيء استعضوا مشي تام نرجع نخدموا على رواحنا كنت هاب نزيدكم في الباهي مش مشكل نجم نلقاو حل لقاو حل اش قولك انت لا مضمض يا ذا آخر كلامكم؟ ايه ليه؟ مازال عندي ما نقولك
كال. روح. عسلامة شحويت. صباح الخير. امشي امشي، ما زلت تحكي معاها وحدة مرتاح بوسيط وزلت تقابل في الناس تصح رقعتها. يا لاباب دينار و 500. تعطيني زوز كيلو عيشك؟ خويا بقدين البنان؟ سميح فضل ربي عين. مالله اكزاما اليوم مش عادي مش نرمال، ياسر صعيب ياسر. انا حسي مشتر للزام مشتر من الناس انا مخدم فيه حسي دواي. وي اش مازلت تحب تعرف تجري؟ شنو سورسي؟ تعرف معناها؟ فاش تحكي معناتها؟ امك لازمها تقعد عقلها. العامين الجاي كان تعمل اي عمله مش ترجع الحبس، تعدي العامين تاعي انا وخلف جديد. تهنى مانيش ناوية تعاود تضغرك مرة أخرى، فهمنا اللي أنت قطوس صبر رويح. وراسك مانيش قطوس، أما أنا نولي شيطان كي ثما شكون يخدم أخو معايا. شو تحب أنت تو؟ أمك تو في المرشي تقضي ومروحة بقوفة كلها غلا وخضرة، ومعها كادو آخر من عندي أنا. مبروك خروجها من الحبس. كيكا ترقى متمد للضيوف اللي باش يجيوها تو. إيش تحكي؟ فهمت شي؟ باش فسرك بالفليكي باش مرة جاية ما عادش تخدم مخك انت المفرخ اللي معاك. امك بعثت لها شكون حتى لا سلعة فيها وحافي القفة في يدك دارجية مش تخلط عليها قبل ما يكلم البوليسي وشدوها متلبسة بالمخدرات. اش قلت؟ تعرف تجري ولا ليه؟